أكد المحلل السياسي أنيس نقاش أو أنيس نقاش أن النظام القطري ضالع في مؤامرة كبيرة حيكت للوطن العربي ودول الخليج تحديدا، موضحا أن الأدلة على التدخل القطري في الدول العربية واضحة وتبين تورط قطر في زعزعة الأمن والخراب في المنطقة. قطر فعلا كان لديها مشروع مع الإدارة الأمريكية السابقة على تغيير المنطقة والنظم، مثل ما عملت جهد لتغيير النظام في مصر، وعملت جهد لتغيير النظام في سوريا وفي ليبيا وإلى آخره. أمير قطر السابق الأب، وأنا عندي أدلة خاصة فيه، أنه كان يعمل على تفتيت المملكة السعودية. يعني فعلا السعودية عندما قالت عندما يقولوا أنه عم يتدخل بأمننا الداخلي هني والإمارات، هذا حقيقي، هذا حقيقي. هو يعتقد على أن المنطقة كلها عشائر، وهو واحد من أصحاب العشائر الكبرى بني تميم، يستطيع أن يشتري عشائر أخرى، مثل ما بيجي بيشتري معارض ليبي وبيعمل جيوش في العالم. بقدر أعمل، أنا عندي الجزيرة. الجزيرة شو هي؟ جريدة إعلامية ولا واحد بيخبر الأخبار؟ لا، الجزيرة هي قدرة السيطرة على العقول، هي الفتنة الأشد من القتل. لحد الآن في ناس ما أدركت شو أهمية هذا الإعلام الذكي الذي يستطيع أن يعمل تيارات فكرية وسياسية ويقود المنطقة. أهم من بنتاغون، هذا أهم من CIA. وبالتالي هو صار عنده قناعة أنه أنا بكرة إذا أنا بالجزيرة بفتح حملة على بني سعود أنه أنتوا تاركين عندكم ملايين الفقراء، وأنتوا عندكم كذا وأنتوا عندكم كذا، بزلزلهم. إذا أنا شاري عشائر لا تدين 100% لبني سعود، بزلزلهم. وعم بيشتغل، مش عم بقول لدي فرضيات. فإذا في خلاف حقيقي، ثم في خلاف على النفوذ. صارت قطر بتقول أنا سقطت ليبيا، وبالتالي أنا يجب أن يكون لدي الحكم، وعندك قوات مسلحة عم تقاتل لصالحها، عم تدافع عنها. اليوم لما شالت إيدها شوي، شفت كيف حفتر أخذ بنغازي وعم بسيطر، لأنه قالوا فكي إيدك. طيب بمصر أعتقد هو أنه جاب الأخوان المسلمين. أمير قطر كان يجلس في قطر، هو يمول الأخوان المسلمين، أكبر تنظيم في أكبر دولة عربية. بدك إياه ما يخوت؟ عنده الجزيرة هي اللي بتقول لهم شو بيعملوا، كيف بتكون مظاهراتهم، كيف بتكون شعاراتهم.